ومن مآثر الشيخ زايد رحمه الله كانت عندما اعترضت طريقه سيدة في ذات يوم وقامت بالسلام عليه ووخزته في يديه، فما كان من الشيخ إلا أن نزع يده، ثم سألها لماذا فعلت ذلك؟ فقالت إن تلك الوخزة في قلبي وخزة أشد منها. فعندما سألها عن سبب ذلك قالت إن زوجها كان تاجرا وخسر أمواله ثم دخل في السجن بسبب ذلك، وهي تعاني بعد فقده ودخوله السجن. فما كان من فضيلة الشيخ رحمه الله إلا أن أمر وزير داخليته وأمر بإخراج كل من داف في داخل السجون من الغرماء بسبب تلك السيدة. أما خارجيا فلفضيلة الشيخ زايد رحمه الله أياد بيضاء في جميع الدول، منها على سبيل المثال مصر بلدي التي أعيش فيها، فهناك أشياء عدة باسمه تركها كمآثر الطيبة كمدينة الشيخ زايد وترعة الشيخ زايد التي حفرها لري الصحراء عندنا في مصر. هذا فيما أعلمه في مصر، ولكني أعلم أن له أياد طيبة وجليلة في جميع الدول.